مساء الخير جميعا. النهاردة عايزين بس نتكلم ازاي هنعمل سبميشن للأسايمنتس، لأن موضوع الميل ده مرهق جدا. أنا فاتح 2 ويندو، الويندو الأولاني هو نفس الكلاس اسمه ترايل، وده فيه أنا تيتشر عشان كده ظاهر عندي بالمنظر ده، وده الكلاس روم بتاعي اللي هنشتغل عليه. تمام. طيب الخطوة الأولانية، أنا محتاج دلوقتي إن أنا أعمل أسايمنت. طيب الستريم ده اللي هي البيج بتاعتي العادية، هقوم داخل على الكلاس رو كلاس ورك بتاعي. ايه الكلاس ورك بتاعي ده؟ انا عايز اعمل حاجة للطلبة. تمام. فانا بلاقي هنا في كرييت، كرييت دي ممكن اعمل كرييت كذا حاجة، ممكن اكرييت اساينمنت، ممكن اعمل كويز اساينمنت بحيث ان هم يمتحنوه زي كده حتة تيك هوم اكزام، اعمل سؤال والطلبة تتفاعل على اساسه، او ادخل ماتيريال، او استخدم بوست بحيث ان يبقى موضع للاسئلة، او حاجات زي كده كتير، وفي توبيك نطرحها بحيث ان احنا برضو زي حتة مناقشات او مناظرة فيها. طيب انا مثلا هشتغل على assignment، فاقوم دايس assignment، اكتب عنوان الassignment وليكن مثلا assignment 2 مثلا، وممكن اديله زي تفصيل شوية اكتر، وده optional بالنسبة لي. تمام. بعد كده بقوم عامل add للassignment وليكن، طبعا هيبقى فايل، ممكن يبقى على جوجل درايف او اديله لينك يحمل من على اساسه. بعمل ابلود وليكن عندي هنا مثلا عامل فولدر هنا اسمه ترايل، ترايل اهو داخل عليه، هقوم طبعا محمل اساينمنت كويستشنز بتاعتي اللي هو الشيت نفسه، بقوم محمله بالمنظر ده واقول له ابلود، يقوم عامل ابلودنج للفايل نفسه. خلاص الفايل موجود، اساينمنت كويستشنز تمام. ممكن من الاوبشنز هنا اختار الستودنت يعمل ايه في الفايل ده، هل يفيو بس ولا ممكن يأديت فيه ولا يعمل كوبي منه لكل ستودنت. طبعا انا بالنسبه لي انا عايزه بس ايه يبص عليه ويحمله عشان ما يعدلش فيه حاجه. تمام. ممكن كمان اكريت كذا حاجه تانية لو عايز انزل كذا اساينمنت، بس ده غالبا ما بيحصلش. طيب اول حاجه انا ممكن انزل طبعا اساينمنت ده لكذا فصل في نفس الوقت، فانا عامل على الترايل بس، ممكن ابعته لكل ستودنتس طبعا بالنسبه لي. طبعا لو في ستودنتس في الفصل ده هتلاقي كل ستودنتس موجودين هنا، ممكن اساين الاساينمنت ده لستودنت بعينه لو عايز. يعني الاول بحط البوينتس بتاعتي وليكن 10. الديو ديت بتاعي ده مهم طبعا، لازم ادخل له الديو ديت وليكن مثلا بكره او بعد بكره مثلا يوم 27، وممكن احط التايم كمان بس بالنسبه لي انا ما بحبش التايم يعني، بس طبعا لو في تايم ممكن احطه. طيب التوبيك انا ممكن احط توبيك ليه، مش محتاج احط توبيك. الروبريك ده عباره عن ان انا بحط وصف للاساينمنت، في اسئله ممكن الطلبه تقابلها، فانا بحط زي ايه بريف سريع لو حد قابله مشكله. طب خلاص كده تمام، الاساينمنت كويس جدا، اقوم داخل عامل اساين. تمام. الاساينمنت ده يعني معناه كده ان اعمل ايه، لو عايز اعمل اساين يعني اول ما ادوس اساين ينزل دلوقتي في الحال، لكن سكيدول انا ممكن احطه مثلا بعد يومين ينزل، ان انا احطه درافت لو انا عايز اعدل حاجه زي كده. فانا بالنسبه لي لو هحطه دلوقتي فهدوس اساين، بيعمل عملية assigning اهو، ويقوم نازل باسم assignment مثلا رقم 2. تمام. ده عليا انا كتيتشر. تمام. طيب لو انا بقى دخلت على الصفحة التانية اللي هي student، هقوم هنا طبعا عامل join class اللي هو الكلاس بتاعي ده. طبعا عشان اعمل join class محتاج ان انا اروح اخد الكود بتاع الكلاس، واقوم حاطه copy paste، واقوم قايل له يعمل joining. تمام. هو حاليا خلاص دخل عمل جويننج اهو، واول ما دخل مكتوب ايه، عمر شاكر بوستد ا نيو اساينمنت اللي هو اساينمنت 2. تمام. هو بالنسبه له لو دخل عليه هنا كده هيلاقي الاساينمنت نفسه اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام. وممكن هنا يبقى فيه كومنتات بشكل لذيذ يعني مفيش اي مشكله. طيب هو ممكن يسبميت هنا الورك بتاعه، يعني هو خلاص حله وكلام من ده وعمل له سكان الحل بتاعه. لو مارك اس دون ده طبعا ملوش معنى لو ما عملش سبميت اصلا للاساينمنت، فاحنا ممكن نعمل مثلا اد او كرييت، واقوم مختار الفايل بتاعي، وياخد بقى من نفس الفايل اللي فات اخد الاساينمنتس انسرز، يقوم عامل سبميت ابلود. في الحاله دي هو شغال بيعمل ابلود، ما عنديش اي مشكله كده، يبقى هو ايه عمل له ابلود. تمام. وهو خلاص اسايند يعني خلاص اتسلم، او معنى صح ابلودد. طيب في حاجة هنا اسمها هاند ان، هاند ان يعني السبميشن ده كأني بسلمه فعلا للتيتشر، يعني ما ينفعش ان انا ارجعه او اعدل فيه وابعته تاني، وبالتالي هنا لو هو مش عايزه بيدوس اكس، لكن لو قال هاند ان خلاص مش هينفع ان هو يسلمه من جديد. تمام.
فلو دوست هاند ان، هو بيقول لي انت عايز تعمل هاند ان، بقول له اه. الهاندنج ان ده خلاص معنى كان هو اتبعت. طيب لو انا رجعت هنا للكلاس بتاعي انا بقى كتيتشر هنا، بقوم داخل عندي في الكلاس وورك بتاعي، بقوم داخل على assignment 2، ده الاساينمنت بتاعي الموجود، مكتوب ايه؟ one handed in، يعني في واحد سلمه اللي هو فين؟ هناك. تمام، ال one handed in ده دخلت طبعا كل الستودنتس هتبان لي هنا وحاجات زي كده. تمام، فانا اقوم داخل على الستودنت ده واقوم ايه داخل على الاساينمنت بتاعه. دخلت على الاساينمنت بتاعه، تمام، انا شايفه كبي دي اف، ممكن اعمله داونلود وكل حاجه. الميزه الاهم هنا ان انا ممكن اصححه وابعته له كريتيرن. يعني الاول ممكن اديله الدرجه من هنا وليكن جايب مثلا 9 من 10. تمام، ممكن احط له كومنت، خلي بالك مثلا انت عندك مشكله في السؤال الفلاني، حاجات زي كده، وفي الاخر بدوس ايه بوست. برضو ممكن هنا نعمل حاجه اسمها الكومنت بانك، ان انا اقوم عامل زي فكره شاتنج، او ان انا بخلي له الحاجات دي موجوده عنده، بحيث ان هو لما يجي مثلا يذاكر في الاخر يبقى موجود الكلام ده. طيب بعد كده بقوم قايل له ايه، خلاص خلاص تمام الدنيا تمام. بقوم عامل له ريتيرن سبمشن، يعني يجي له الرد بتاعي او الدرجه بتاعته. ممكن اعمل ريتيرن المالتيبل سبمشنز كمان، مش سبمشن واحد في نفس الوقت، وليكن مثلا عايز ابعت له مثلا درجته من 9 اللي هي 9 من 10، خلاص معنى كان الرد بتاعي، وانا بالنسبه لي بعت له الفيدباك، وفي نفس الوقت انا صححت الاساينمنت اللي انا عايزه. تمام، ده كلام جميل. فدي فكرة الاساينمنت بتاعي. طبعا ممكن اغير، ممكن احط instructions للاساينمنتس نفسها. تمام، فهو كستودنت بقى يقوم داخل هنا وعايز مثلا يشوف ايه الاخبار وكده، فيقوم داخل على طول على الاساينمنت بتاعه، بيقوم داخل على الكلاس ورك بتاعه وشايف الاساينمنت، او مكتوب حتى ماركت ماركت، يعني خلاص هو ايه اتصحح. يقوم داخل على فيو، اول ما بيخش بيلاقي درجته 9 من 10، وده بيدل ان هو خلاص اتسلم والدنيا تمام. اعتقد ان احنا بالمنطق ده نقدر نستلم بنظام ان مفيش اي حد يحصل له مشكلة او يقع منه ايميل، ودي طريقة كويسة للسبميشن. شكرا.